ماذا لو متعصب؟ ساعات الحياة بتقفل كده معاك وتحس انك متعصب مش عارف ليه ولا. ومن كام يوم انا كنت كده، افتكرت اني مرة قريت خبر زمان ان في اليابان بيبيعوا عربيات مكسرة للناس المتعصبة والمقهورة تروح تكسرها. ساعتها ضحكت والله وقلت الدنيا جرى فيها ايه. بس دلوقتي انا حاسة اني محتاجة اكسر افشفش. عملت سيرش ولقيت المكان المنشود، فقلت ما بديهاش. اخدت صاحبتي وما قلتلهاش احنا رايحين فين. عاملين لابسه السويتشيرت المبلول. المكان في منطقه صناعيه غريبه محدش بيروحها، كنا خايفين والله. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا بنتي. بس بعد كده عرفنا ليه. دخلنا اخترنا الحاجات اللي عاوزين نكسرها. عندنا الاوبشن ان احنا ممكن نكسر كانترز. ايوه كوبايات، الازاز حلو. ودينا ادينا 2 من الكمبيوترات دي لو سمحت. وطبعا كان لازم نحمي نفسنا من التكسير، انتوا عارفين safety is first. واخترنا الاسلحه. دخلنا. ياه، كل دي حاجات اتكسرت قبل كده؟ المهم بدأنا نسخن الأول، كوباية في 2 في 3. صوت التكسير طلع حلو قوي يا جماعة. لا ومريح، بيشفي الغل كده. الراجل قال لنا بره إن 80% من اللي بيجوا المكان ستات. شوفوا احنا مضغوطين ازاي يا عالم. بدأ الأدرينالين يعلى ونتحمس أكتر. متهيألي احنا الوحيدين اللي كنا بنصوت في المكان، لدرجة ان الراجل وهو معدي شاف الحماس قال لي جيب لنا راديو هدية عشان نكسره طبعا. واحنا ما توصلناش، ما بقاش في حتة سليمة. ورجعنا تاني للكمبيوترات. كسري يا ايمان كسري. ايوه. المساحة اللي بتعملها اوض التكسير او اوض الغضب زي ما بيسموها برضو، مساحة تخليك قادر تعبر عن مشاعرك من غير ما حد يحكم عليك. مساحة أمان ما فيهاش حد يقولك انت بتتصرف كده ليه. حرام يا عم القرف هنا. ولا حد يقولك اهدى. خلصنا تكسير، دراعنا وجعتنا. ولما خرجنا اكتشفنا اننا ما طلعناش لسه كل الغل. فلقينا الراجل المسكين ده يا عيني، شفناه مديرنا الغبي والإكس وكل الناس اتظلمت في حياتنا. بعد اوف يلا نجري قبل ما حد يشوفنا. وخلصنا بني ادمين جداد بعد ما فشينا كل الغل. واكتشفت ان انا كنت متعصبه بطريقه حرفيا ما كنتش عارفه انها جوايا اصلا. وتعلمت ان احنا مهما كنا بنبان اقوياء من بره الا اننا مليانين مشاكل بصراحه. وساعات بنكون مضغوطين بطريقه مش طبيعيه ومحتاجين فعلا نخرج كل الاحاسيس السلبيه اللي جوانا، نخرجها عشان نهدى ونقدر نحل اسباب المشاكل دي اصلا. نخرجه بقى بالتكسير في اوضه زي دي، بالعياط في اوضتنا، بالصويت في الملاهي، مش مهم، المهم نحس احسن